كيف؟ كيف يتسنى أن نكون نحن وأن نكون ما عليه نحن ونحن الآن من أردع الأمم؟ يجب أن نكون واضحين، انتبهوا، ما في أمة تنهض. شوف الصين الآن نهضت ونهضة عظيمة، على الأقل على المستوى المادي، لا أقول لكم نهضة أخلاقية أو كذا، لكن على المستوى المادي نهضة عظيمة، لكن بعد ضربات من النقد المرير وبعد أناس أدخلوا السجون. يعني في كتاب لواحد مفكر صيني كبير، هذا الكتاب طبعا حين ألفه اتهم بأنه خائن وبأنه عميل للرأسمالية العالمية وكذا. أبدا، قال لابد أن ننتقد فلسفة حياتنا، لابد أن ننتقد أسسنا، لابد أن ننتقد حالتنا. قال نحن الصين، شعب الصيني، كتاب اسمه الصيني البشع، The Ugly China Man، يعني And the Crisis of Chinese Culture، وأزمة الثقافة الصينية. يقول الصين البشع، إحنا بشعون، يقول شعب بشع. نقد، لماذا نجلد ذاتنا كأنها ذات منزهة مقدسة وبيرفيد، قال، ونحن نجلدها. يا أخي كيف نفرق طيب بين جلد الذات وبين نقد الذات؟ نريد أن ننتقد، يجب أن ننتقد الغثاء، يجب أن نقول للشيء الغالط أنت غالط، للشيء الصحيح صحيح، للشيء الغلط غلط. الغلط عمره ما بصير صح يا أخي، إلا لأمة مجنونة تريد أن تواصل النوم مع هذا الجنون. هذا الكتاب حتى صادم، مين يقول العرب على البشعون؟ مستحيل يقول لك هذا مجنون، هذا يتبرأ ينسرخ من جلده. هذا يقول لك الصينيون الأقل، يعني الأقل البشع، الشيء الكريه، الصين الكريه البشع. ها يقول نحن ما شاء الله، يقول متقدمون في ثلاثة، في القذارة، ومعروف الصينية، كونك صينيا هذا ليس هجاء في شعب عظيم، هذا شعب عظيم وعنده حضارة وعنده الآن حتى وكذا. لكن هذا يقول هو نفسه، هذا بو يانغ، اسمه بو يانغ، يقول بو يانغ، قال إحنا في القذارة ما شاء الله رقم واحد في العالم طبعا، ويأكلون كل شيء، الصراصير والفئران والكلاب كل شيء كذا ورائحة، معروف، يقال هكذا في الأمثال، يقال الصينية أو القذارة لا يتنافران، ما في مشكلة، ما فيش نزاع أنك تكون صيني وتكون وسخ جدا عادي، يركب على بعضهم يعني. يقول القذارة رقم واحد، يقول بويانغ إحنا قذرون جدا. اثنين، والإهمال مهملون كل شيء، قال العرب، العرب أساتذة في الإهمال، الله غالب، قدر الله ما شاء فعل، هو هيك يا رجل، لعله خير، مشي الحال، مشي إهمال ولا مبالاة قاتلة. وبدك طبعا، وبتشوف الواحد فينا 70 سنة بدرس في الجامعة، إنتاج حقيقي ما فيه، فكر ما فيه، فهم ما فيه، حتى في الحق الذي يدرس فيه يتكلم عجيب، بعضهم يخطئ أكثر مما يصيب. أنت بتسوي إيش قاعد؟ أين قضيت 70 سنة يا أستاذ يا بروفيسور؟ أنت إيش بتعمل أنت قاعد؟ شيء لا يكاد يصدق. المرحوم عبد الرحمن بدوي ترك زهاء 140 أو 150 مؤلفا في شتى العلوم والفنون رحمة الله عليه، وكان يتساءل دائما بغضب، هذا المصري العظيم الذي عاش وجوديا وانتهى مدافع عن الإسلام ومحمد والقرآن رحمة الله عليه وغفر الله له، يقول ماذا يفعلون عن علماء مصر؟ وين أنتم؟ إيش بتساووا قاعدين أنتم؟ أنا بختلف عنكم؟ أنا ذهب وأنتم خشب؟ أنا مصري وعربي، 150 مؤلف كتبت وترجمات ودراسات جادة حقيقة، ما في عنده كتاب كلام فارغي، كل دراساته وترجماته جادة ومهمة لأي مفكر يا إخواني. نسبة الإبداع فيها هذا موضوع ثاني، لكن دراسات علمية جادة أكاديمية. أنتم إيش بتساووا أكاديميون؟ أساتذة كبار، مرتبات موجودة، وين مؤلفاتكم؟ وين دراساتكم؟ وين ترجماتكم؟ كان يغضب رحمة الله تعالى عليه، مش عاجبه هذه الحالة أبدا، وله الحق أن يغضب وأن يصيح وأن يثرب وأن يدمدم ويستنكر أيها الإخوة، ولا يخف عشان يهز هذه الأمة. قال هذا أي بو يانغ القذارة والإهمال والضجيج. قال الصيني حين يهمس إلى جاره يصرخ يصيح، والعرب زيك برضو، والطليان شوي زيك، نصرخ دائما، صوتنا عالية، شعوب متخلفة، ما في عنا نتكلم بصوت هادي مع بعضنا في التريين في الباص في أي شيء، دائما نصيح كذا. الصينيون نفس الشيء على فكرة، من أكثر الشعوب صياحا. بعدين نقول إيش هذا الجمود، حالة الجمود والتكلس التي رانت علينا. ثم أنا أقول لكم هذا الذي صدمني أنا حين اطلعت على كلام بو يانغ، يقول ثم إن هذا الميراث الكونفوشيوسي، كونفوشيوس كأنه نبي من السماء، يقول هل كونفوشيوس؟ قال يقول دمركم، يقول لهم دمرتنا الكونفوشيوسية. لماذا؟ بنزعتها المحافظة التقليدية، بلغة أنا الطاعوية، حدثتكم مرة قبل سنة عن الطاعوية، صح، الكونفوشيوسية تقوم على الطاعوية، طاعة الحاكم، الرئيس، الملك، السلطان، طاعة الأب، طاعة المعلم، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة الأخ الكبير، طاعة طاعة وطاعة، ومقدسة الطاعة، هذه مبدأ لي الخمسة، ولازم باستمرار حتى في التعليم. يا أخي التعليم إبداع يا أخي،
التعليم إبداع. قال لك لا، ممنوع لأي متعلم أياً كان، أياً كانت السماء وهبته من قدرات ولياقات ومواهب وإمكانات، ممنوع أن يتجاوز ميراث معلمه. فش تلميذ أحسن من أستاذه، يا سلام، هذا كونفوشيوس. قال لهم دمركوا كونفوشيوس، يلا سبحوا بحمد كونفوشيوس، مدمرون أنتم، اكسروا هذا الميراث، تحرروا منه قليلاً يا أخي، غربلوه، خذوا منه ما يصلح والفضوا منه وانبذوا ما لا يصلح. وهكذا مثل بويا عند مئات عاد مفكرين هز هز هز، لما شوي بدأت تستيقظ. أنا أقول لكم شيئا، يتساءل هؤلاء النابهون، كثر الله النابهين في أمتنا، يتساءلون كيف نكون ما نحن عليه ونحن من أردأ الأمم للأسف الشديد، وأكثر الأمم تأخرا الآن، تأخرون بشكل كما قلنا قبل ذلك، يعني تشوف إيه، تركيا أحسن منا، تشوف إيران أحسن منا، شوف ماليزيا، كل الدول الإسلامية أحسن منا، العالم كله أحسن منا. الآن العرب ما شاء الله صاروا تقريبا في ذيل القافلة. ليش؟ عندنا أعظم موقع في العالم، عجيب، نحن نربط القارات كلها تقريبا، نربط كل القارات، ولا مش صحيح؟ عندنا النفط، وعندنا سائر المعادن يا إخواني أيضا، وعندنا طاقة بشرية غير طبيعية، نسبة الشباب عندنا من سن 14 لسن 35 شيء مش طبيعي، الأولى في العالم هذه الأمة، شباب! لماذا يستهلك هذا الشباب؟ يضيع هكذا، يهدر هذه الثروة البشرية الهائلة، تهدر هكذا، لا ينتفع بها، لا توظف، لا تستثمر، ليه؟ ما العلة؟ أنا أقول لكم هذا، وسأكون واضحا معكم كما أنا واضح مع نفسي. وحل أنا أعتقد أنه ليس حلا سحريا، ما في سحر في الدنيا، كما قال ماكس فيبر، خلاص نحن فككنا السحر على العالم، هذا عالم بلا سحر، عالم مش مسحور، عالم مفهوم يا إخواني، عالم منطقي، وباللغة القرآنية عالم سناني. نحن نعيش في عالم هيولاني أيها الإخوة، عالم كأوتك من الفوضى والشواش، العرب وأي أمة متخلفة وأي شخص متخلف لا يرى سنة، لا يرى قانونا، لذلك لا يرى الأشياء معنى، لا يرى الأحداث معنى. وعلى فكرة وطريقة الله غالب والله هيك بده وقدر الله، هذه طريقة عبثية في فهم الأشياء، تعرب وتفصح عن أنك لا تفهم شيئا، يلا انسب كل شيء الغيب، أنت مش فاهم حاجة معناها، إيش اللي بصير ولا مش صحيح. وبهذه الطريقة يستوي المسيء والمحسن والمصلح والمفسد، أليس كذلك يا إخواني؟ والجميل والقبيح كله يستوي، لأنه الله بده هيك يا جماعة. لذلك أنا أقول لكم الحل بكلمة واحدة، وركزوا معي، نتكلم عن حل إحنا الآن، مش كلام نظري وترف مش هقول ترف فلسفي، الفلسفة مطلوبة، قلت قبل ذلك إياكم أن تحتقروا الفلسفة، وأعتقد جزء من خيبة هذه الأمة، خيبة الأمة العربية والإسلامية، أنها لا تحترم الفلسفة. تي بتفكر الفلسفة أنك لابد أن تقول بقدم العالم وتكون أرسطياً لا يا أخي، الفلسفة في نظري اتجاه في التفكير، نزعة في التفكير، تميل إلى مساءلة المقدمات، تبحث عن الجذور فقط، هذه الفلسفة إبداع. الفلسفة بهذه الطريقة هي جوهر الإبداع يا أخواني، جوهر الإبداع، ولا إبداع بلا فلسفة. فمش هقول ترف فلسفي حتى لا أحقر الفلسفة بهذا المعنى النزوعي، بهذا المعنى النزوعي الاتجاهي. طيب نعود، أقول لكم يا أخواني المسألة بسيطة في نظري، بسيطة جدا. ما هو؟ نحن لدينا خير المبادئ، وقلت لكم لما واحد مثل برتراند راسل الذي أرقه موضوع هلاك البشرية، فناء البشرية تحت التهديد بعد الضربة النووية الأولى بضربات هيدروجينية وضربات قنابل الكوبالت الرخيصة البخيصة، بعدة قنابل الكوبالت أيها الإخوة، تفنى البشرية، يفنى آخر كائن بشري، وبدأ يبحث. طبعاً معرفته بالإسلام ليست عميقة وليست بعيدة وليست قديمة بالنسبة للكتاب الذي ألفه، لكن قال ما في عندنا حل الآن يلوح في الأفكار الشيوعية، وهي أفكار باطلة لا 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 تلائم ولا تصلح لأسباب كثيرة، هو أصلاً كافر بالشيوعية. قال يبقى أكثر حل متاح وأقرب الحلول الإسلام. عجيب، برتراند راسل الملحد، ماذا رأى في الإسلام؟ طبعاً ما نعجز نحن أصلاً أن نرى فيه، لأنه ما شاء الله حين ينشط الناشط فينا يتحول إلى قنبلة يقتل ويدمر، ضد السلام، ضد البناء، ضد الحضارة، مش هذا الإسلام، شيء آخر أكبر من هذا بكثير. لذلك أنا أقول لكم شيئاً، ومن نفسي وفي نفسي من قبل بضع سنين، ربما ثلاث أربع سنين، لكن خايف، لأنه طبعاً هذا ربما يصموني يدمغني بالزندقة. أنا أعتقد الإسلام لم يبلغ ذروته ولا حتى مع جيل الصحابة، مع احترامنا لساداتنا وسادات الأمة الصحابة رضوان الله عليهم،
ولكن الصحابة أيضا كانوا أبناء ظروفهم وشروطهم وأبناء مراحلهم. بالعكس، أنا أعتقد أن الإسلام لم يستنفذ إلا الحد الأدنى من أغراضه. يعني ما تتوقعوا الإسلام إيه، ما شاء الله أوفى على الغاية، أوفى على الغاية، أعطوا كل ما عنده وبعدين بدأ يتراجع. وأبدا، أنا أقول لكم الإسلام حقق أغراضا له، ولكن الحد الأدنى من أغراضه. وبعدين أجهض هذا الإسلام، الأمة أجهضته، بنو أمية وبنو العباس والمماليك والعثمانيين واليوم وسلاطين اليوم، استمرار أجهضوا هذا الدين يا إخواني، حرفوه، خنقوه، اعتقلوه، والأمة من ورائهم دون أن تدري المسكينة بخاصتها وعوامها. لا، أنا أقول لكم هذا الإسلام لم يفي إلا بأقل وعوده، ولم ينجز إلا الحد الأدنى من أغراضه بإذن الله تعالى. ولسه مستقبل هذا الإسلام ليس خلفه. انتبهوا، تصور الأول السلف التقليدي يرى أن المستقبل خلف، انتهى الإسلام، أوفى على الغاية فيما مضى، نزع السلفية والتقليدية وتعظيم السلف وكذا أبدا، وعدم إتاحة فرصة حتى لفهم النص إلا بعيون السلف وحدهم، كأنه السلف أنبياء يا أخي. وأنا دائما أقول لدينا نبي واحد، وكويس عندنا أبطال كثير وعندنا أبطال، بس البطل ما بصير نبي، صح ولا لا؟ أنت بطل بس مش نبي، مش نبي إلي، انتبه، تبقى بطل، عمر بطل، علي بطل، بس مش أنبياء أنتوا، هم مش أنبياء، أبطال لهذه الأمة، أبطال عظماء، بخسهم وتحقيرهم حقارة في النفس طبعا، عدم وفاء طبعا، هذا عدم وفاء، هذه نفس مصابة بعقدة الضعة. وعلى ذكر عقدة الضعة، بويانغ هذا يقول من أمراض الصينيين أنهم مستهلكون، متوترون بين عقدتين، الصيني عقدة نقص، هكذا وجه أمته، وجه نفسه كصيني، وعقدة تفوق، يعني inferiority، وعقدة تفوق superiority. يقول فالصيني بعقدة نقصه عبد، لا يرى نفسه إلا عبدا، لأنه هو عقدة نقص عنده، عقدة وضاعة، شايف نفسه ولا حاجة، ذبابة، صرصار، دودة أرض. والصيني بعقدة تفوقه سيد. لذلك يقول بويانغ ليس أمام الصيني، لماذا أذكر هذا أنا؟ مش جاي أشرح لكم أي ملخص الكتاب، لا لا لا، يتطابق مع الحالة العربية للأسف، واضح جدا أن العربي تقريبا إلا ما رحم ربي، نفس الشيء مستهلك ومتوتر بين عقدة نقص عقدة تفوق. شوف حاله، شغلة كبيرة. ولذلك العربي المسكين هذا مش قادر يعيش إنسان طبيعي. أنا إنسان طبيعي يا سيدي، لست سيدك ولست عبدك، أنا أخوك، أنا صاحبك، أنا صديقك، بس مش أكثر من هيك، نحن إخوة، المؤمنون إخوة، البشر إخوة. النبي كان يقول اللهم إني أشهدك أن العبادة كلهم إخوة، إخوة، منطق عظيم هذا الأخوة. لذلك يقول بويانغ، قال الصيني ليس أمامه إلا خيار من خيارين، إما أن يكون سيدك وإما أن يكون عبدك. إذا ما نفعش يكون سيدك مباشرة وعبدك، يا ساتر يا ساتر، إحنا هيك على فكرة. بدليل، جيب أنت العبد، جيب عبد بتعرفه في أي مكان، في أي دائرة، بواب حتى، جيب عبد وأتي بعبد دونه يصبح سيدا عليه أخي ويستذله مباشرة، صح ولا؟ لدينا أحسن مبادئ، ما في كلام، أحسن دين، أقول لك لا، كلمة أحسن دين ما قبلهاش. ليش؟ عارف ليه؟ انتبه، لما أقول أحسن دين، سؤالي بأي معنى؟ دين مين؟ الدين كما تفهمه أنت ولا كما يفهمه هو أو هي أو كذا، هذا هو. أي ممكن أوافق الدين كما يفهمه هو أحسن دين، أي أحسن دين بالنسبة إلي كما أفهم أنا هذا الدين وسائر الأديان، بشوف هذا الدين الإسلام أحسن دين. أما الدين كما يفهمه هذا المفجر والمكفر والقاتل، هذا مش أحسن دين، لا يمكن. لذلك هذه كلمات عامة مجردة، أحسن دين، لا لا لا، بأي معنى؟ لا تغر نفسك على الحقائق، بأي معنى أنت؟ اشرح لي في الأول كيف تفهم الدين، بعدين أقول لك هذا أحسن ولا مش أحسن، قد يكون أنكب دين، أكرث دين على أمتي وعلى البشرية، صح ولا؟ فلا تغتر يعني بهالمنشطات هذه، كليشيهات نحفظها دائما، أفضل دين وخير أمة ومش عارف، لا 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 لا، يجب أن نكون محددين مع أنفسنا، بالمنطق القرآني، هذا منطق القرآن على كل حال، نأتي. طيب عندنا أحسن مبادئ، وفعلا هذا الدين فيه أحسن مبادئ، ما تقول لي جيب لي مبادئ في القرآن، مبادئ ليست حسنة، مبادئ شريرة، أعوذ بالله، لا والله ما في كتاب الله أبدا. طيب ليش أحسن مبادئ وأسوأ أمة الآن، وأردى أمة وأردى أحوال؟ أنا سأقول لكم ما هو الحل ببساطة، في نظري، في نظر قد أكون مخطئا،
يا إخواني يا أحبابي يا أخواتي، المبادئ والأفكار والقيم مهما كانت حسنة وفاعلة وجميلة وجيدة لا تصلح وليست كافية ما لم تأتي على خلفية منظور للحياة، فلسفة للحياة صحيحة. كيف؟ العقيدة أهم شيء، عقيدتك هي تصورك للوجود تماماً أبداً، هي فلسفتك في الحياة، هي منظورك للعيش. أنا سأختار نقطة أعتقد أنها الأخطر على الإطلاق والأكثر إغماضاً وتعتيماً والتباساً وإشكالاً في عقائد المسلمين وعلى كلا المستويين النظري والعملي. ومن يوم ما كرثوا مع بني أمية إلى اليوم أبداً تماماً، البداية مع بني أمية إلى اليوم، وهذه سر مأساة المسلمين. تعرفون ما هي؟ نظرة المسلم إلى نفسه بإزاء الله تبارك وتعالى. هل يرى نفسه فعلاً كائناً مكرماً مستخلفاً في الأرض حراً وبالتالي فاعلاً منتجاً عاملاً وبالتالي تالي التالي مسؤولاً، أم يرى نفسه ملعباً للقدر، ملعب ساحة بلعب فيها القدر قاعد وريشة في مهب الرياح ومعمولاً ومفعولاً ومنتوجاً للأقدار وليس له شخصية وأنا وذاتية حقيقية، وبالتالي أيها الإخوة مش مطلوب منه عمل حقيقي ولا إنجاز حقيقي، وبالتالي لا يرى نفسه في أعماق نفسه مسؤولاً. أنا أقول لكم الحاصل هو الثاني مش الأول، ومن 1300 سنة إلى اليوم هذه قضية دمرت الشخصية المسلمة، دمرتنا كأمة يا إخواني. ألا تلحظون يا إخواني اليوم؟ خش على أنت على التويتر هذا وعلى الفيسبوك وعلى وسائل الاتصال الاجتماعي هذه، بتلاحظ كثير من الشباب يسبون عالماً أو مفكراً أو كاتباً، يقول لك هذا العيل الولد الصغير، تروح تبحث عنه تلاقي عمره إيه 35 سنة 40 سنة مرات 45 سنة، عيل إيه يا ابني؟ إيش قصدكم أنتوا؟ ما عندهم مش قناعة أنه ممكن يكون عالم وعلم وفهمان وحكيم إلا إذا إيه يعني انحنى قوس ظهره والله وشاب شعره إيه لحيته ورأسه وتقريباً يودع يعني على مشارف القبر. لماذا؟ هو مش من باب تحقير العلماء والناس، لا 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 لا، هذا يعكس ما في نفوسهم. الشاب هذا تلاقي عمره 25 سنة وتخرج من الجامعة هو لا يرى نفسه مسؤولاً أصلاً، لسه مش مسؤول مش مكلف، هو بيبي لسه يا حرام. تربية قدرية عقلية جبرية، ولذلك أنا أقول لكم عقلية لا أبالية لا مبالاة لدينا، يعني يقتل القتيل ما بيتحرك ضميره، ما هو بيبي مش مكلف حرام صغير، كيف يا رجل يسرق مال المسجد مال النبي مال شباك النبي يبيع جبة النبي؟ إيه ما يتحرك ضميره، يقول لك لسه غلبان أنا صغير بيبي بيبي إيه على جهنم أنت يا أخي، أنت تجعل نفسك حطبا في جهنم يا أهبل، ضحكوا عليك يا رجل، أنت مكلف مش مصدق أنه مكلف لسه، هو متى يكلف؟ طبعا التربية تعزز هذا، احنا شفنا كيف آباء في بلادنا وأجداد عمرك بكون 18 سنة تتكلم في حضرة الكبار مباشرة تسكت، اسكت يا بهيم أقول لك، ايش فاهمك أنت؟ والله ما ظلش الصغار يتكلموا في حضرة الكبار، صغير 18 سنة يا رجل. أسامة بن زيد للنبي بعثه في جيش الشام وأنفذوا بعثة أسامة، وما تقول أنفذوا بعثة أسامة، عمره كان 16-17 18 سنة على الأكثر، 18 سنة. محمد الفاتح على الأكثر كان عمره 22 سنة فتح القسطنطينية، 1000 سنة لم تفتح، 1000 سنة فتحها ابن 22 سنة، لسه ابن 18-20 هذا بيبي وبهيم ومش فاهم إيه التربية المحطة هذه الجاهلة. إيه لأن المشايخ وتربية قدرية جبر ميتافيزيقي، فإذا تلاه أيضاً الاعتقاد بجبر اجتماعي وأنه هذا المجتمع والظروف والناس وضغط المجتمع وضغط المؤسسة الدينية وضغط السلطات والرقابة والأهل والعشيرة جبر اجتماعي، هذا دخلنا في الجبرية الاجتماعية. وإذا دخلنا كمان المتفلسف فينا يعتقد بالجبر التاريخي الحتمية التاريخية مثل ماركس كذا، روح في 60 داهية يكون اشتراكي ماركسي، يعتقد بالجبرية الاقتصادية كمان إنه كل الأفكار والأيديولوجيات والفن والجمال والدين مرفوعة على عاتق الاقتصاد، بقع الاقتصاد بقع كله بتغير بتقزم كله حسب عاتق الاقتصاد، مش معقول دخلنا في جبرية اقتصادية وهكذا أبدا. القرآن يقول لك لا ما في جبر، يعني حين نقرأ الله يقول لنا كل نفس بما كسبت رهينة، هل نأخذ هذا بجد؟
ونترك الحذلقات والفلسفات الفارغة، طبعا مش الفلسفة، الفلسفات الفارغة التي تفهمنا إلى أننا قد نكون مجبورين، وهو كتب علينا ويعلم، وما دام يعلم إذا نحمل الكلام الفارغ هذا كله، وعنه مليون جواب طبعا، والجوابات واضحة، لكن ما بدنا نفهم. نلقن هكذا إن احنا ملناش دور، ملناش دور. على فكرة هذا يقودنا أحبتي إخواني وأخواتي إلى شخصية فصامية. إذا أنت اقتنعت بالجبر الميتافيزيقي على خلفية كلامية أو فلسفية أو دينية، ما الذي يحصل؟ أنت تكون مشطور الشخصية، تعيش الجبر، تعيش كمجبور، كمكره إزاء خطاياك وأخطائك. لما بتغلط، بتسرق، بتكذب، بتدجل، بتنصب، بتترك الصلاة، بتزني، بتشرب الخمر، إيش بتقول؟ الله غالب، الله كتب هيك، قضاء وقدر، وقدر وإن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ما بعرف قد يكون فيها خير، كل هذا خير، إيش في خير هذا؟ إيه صار عنده الخير أخو الشر. على فكرة شوف شوف العدمية الأخلاقية هنا، حتى القيم ضربت، ما في ثبات وتحدد للقيم. يعني السرقة والزنا والكذب والدجل على الناس والاحتيال والخيانة وبيع الأوطان كمان يمكن وبالأديان، إيه إن شاء الله خير. خير وين؟ مش حنشوف الخير من أمثالك أبدا أبدا من أمثال هذه الطريقة في التفكير. لكن يا إخواني إزاء ما يريد ويهوى، لا هو اختياري بالكامل، ويحتال بشتى الحيل، يتوسل وسائل ويضع الخطط كذا عشان ينجح في مقصده. الآن أصبح ماذا؟ ولا شفتوا واحد أنتم مرة يعني يسلك كمجبر حتى إزاء أطماعه؟ لا والله، إزاء أطماعه هو مختار، إزاء التنافس مع خصومه مجبر أنه يتنازل لهم، ما فيش واحد يتنازل، أمر صحيح. إزاء اقتناص فرصة سنحت له، ما فيش. إزاء الجوع والعطش طيب، ما فيش، بدبر حاله دائما بده يأكل يشرب. ليه أنت الحين إيه أصبحت مختاراً؟ مفصوم الشخصية المسكين، مفصوم الشخصية، شخصية مدمرة، وكما قلت اختلت قيمها، اختلت قيمها. ومن هنا كما قلت لكم تبرر أخطاء الحاكم الظالم، أخطاء جهاز الأمن، أخطاء الأطباء العبط هذولا، أخطاء المرضى، أخطاء المشايخ والمفاتي، كل الأخطاء، لأنه إيه الله غالب والله هيك بده، لا إله إلا هو، حاشا لله، حاشا لله. أريد أن أقول بكلمة واحدة يا إخواني، أخطر نقطة، أخطر تفصيلة في فلسفة المسلمين في الحياة هي أن المسلم لا يتوفر على تصور دقيق وصحيح وفاعل لدوره لجهة وجنبة حريته. هل أنت حر؟ هل أنت مسؤول؟ هذا الأمر غير محسوم إيه الآن في ذهن المسلم. إحنا لدينا في القرن العشرين كان المرحوم محمد إقبال، فيلسوف الشاعر الهندي العظيم رحمة الله تعالى عليه، يقول الذات بحسب ما أفهم القرآن، يقول الأنا المستخلفة في الأرض هذه هي ذات واعية قوية مسؤولة منتدبة لتحويل هيولى العالم. العالم هذا هيولاني، قال مثل الأحراش، أنت تروح تشوف الغابات هذه، ما فيش غابات وهي بستان، ذكرت لكم هذا مرات، وهذا كلام جميل محمد إقبال رحمة الله عليه، حقل جبار. أنت عمرك شفت بستان طبيعي؟ ما في بستان طبيعي، البستان صنعه الإنسان صحيح؟ الله تبارك وتعالى المحي يقول الطبيعة، الله تبارك وتعالى خلق ماذا؟ خلق الأحراش والغابات، البستنة علم إنساني، الإنسان يحول هذا إيه؟ الهيولة هذه الفوضى حولها إيه؟ إلى بستان، ها؟ يتصرف حتى في شكل الشجرة، يقطع يقصص يعطيها أشكال كذا، البستنة علم إنساني. يقول كذلك حتى في القوانين، ها؟ في المجتمع في التاريخ مطلوب منك يا مسلم أن تعيد ترتيب الأوضاع من جديد وفق فلسفة خاصة. فأقول لكم إذن نحن نحتاج أن نعيد النظر في إطارنا الفلسفي للحياة، فلسبكتيف المنظور، منظورنا للحياة. أهم نقطة، أهم تفصيلة في هذا المنظور أن نعيد التأكيد على أننا أحرار مختارون ومساءلون ومسؤولون بين يدي الله، وينبغي أن نكون أيضاً مسؤولين بين يدي المجتمع في هذه النشأة أيضاً، وكل يحاسب على أخطائه، كل يحاسب على أخطائه. طبعاً مثل هذه الفلسفة أنا أقول لكم ستقلب حياتنا رأساً على عقب، وأول ما تقلب ستقلب إيه؟ منظور القيم نفسه، نظام القيم حينقلب يا أخواني، ستقلب أيضاً إيه؟ السيستم أو نظام التربية، التربية شوفوا انت الاب المتساهل، يعني بسموه البدلع اولاده، ما فيش افسد من الاب ايه اللي بدلع اولاده. اولاد فاسدون، رخوون، ضعاف، ما عندهمش قدره حتى على مجابهه الحياه، ما عندهمش قدره يا اخواني على مجابهه اخطائهم، ويعترف انني ارتكبت هذا واخطأت فيه،
وحصلح من خطأي، لأنه عنده كله سواء. الابن أساء أم أحسن كله فيه إغضاء، فيه إغضاء. التربية الصحيحة مثل المرأة، الله اسمه الرب، من أين اشتق الرب يعني؟ أو التربية، أو التربية مشتقة من الرب، أن الله يربي عباده، والله عز وجل وهو غني عنا في نبئ عبادي أني أنا الغفور. والله راحة العصر، أنتم المسؤولين. إذن خلاص نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.